موجز الأخبار المحلية مع مظهر حركة عشر الأوسط 1450 AM أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين أعلن أمس وزير الخارجية الكندي جون بيرد عن إلغاء وكالة الحقوق والديمقراطية التي شهدت في السنوات الأخيرة العديد من الصراعات الداخلية أدت إلى شلها عن العمل الوكالة أنشئت في العام 1988 من قبل حكومة المحافظين آنذاك برئاسة برايان مارلورني كهيئة مستقلة عن قرارات الحكومة لتشجيع الديمقراطية ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان حول العالم ولكن تباينات داخلية بدأت بالظهور بعد تعيين حكومة هاربر في العام 2010 لأعضاء في مجلس الإدارة ليتحدوا وينقدوا ثلاث منح قدمتها الوكالة لمنظمات تعنى بحقوق الإنسان اعتبرها المعينون الجدد منظمات معادية لإسرائيل وتفاقم الصراع في الوكالة وصولا إلى وفاة رئيسها بأزمة قلبية بعد اجتماع عاصف حول المنح المذكورة تلت الواقع استقالة اثنين من الأعضاء وتمردا من قبل الموظفين وظهور مشاكل عديدة أخرى ناقدة الحزب الديمقراطي الجديد رفضت جواز حلول وزارة الخارجية مكان هيئة مستقلة تمتلك خبرات محددة في مجال تعزيز الديمقراطية متهمة حكومة المحافظين بتدمير الوكالة من الداخل عبر توريد المتاعب والمشاكل إليها أرسلت حكومة مقاطعة كيبك إشعارا قانونيا إلى رئيس شركة طيران كندا كالين روفينسكو مطالبة بمعرفة نواياه تجاه القيام بما يلزم للحفاظ على خدمات صيانة الطائرات في مدينة موريال في ضوء إغلاق شركة أفيوس للصيانة وزير العدل الكيبيكي أشار إلى أن القانون الفيدرالي يلزم طيران كندا بتوفير الخدمات هذه في ثلاث مدن هي موريال وينيبيغ وفانكوفر ويعطي الاشعار مهله عشره ايام للاجابه والا ستتجه القضيه نحو المحكمه وسبق للحكومه الفيدراليه ان اعلنت عن عدم اعتقادها بان الاجراءات القضائيه قد تلزم طيران كندا بالحفاظ على وظائف الصيانه في مونريال لكن الوزير فورنييه كان قاطعا وجادا بقوله أن كيبك لا تشارك الحكومة الفيدرالية هذه الاستنتاجات وبأن حكومة كيبك ستبذل كل الجهود للوصول إلى النتيجة النهائية المطلوبة وهي الحفاظ على هذه الوظائف وفي مدينة موريال من جهة أخرى يبدو ان رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر مصمم على بناء جسر جديد يصل مدينه ويندسور في مقاطعه اونتاريو بمدينه ديترويت الامريكيه مبديا استيائه من البليونير ماني موراون مالك جسر امبسادور الذي يربط حاليا بين كندا والولايات المتحده في تلك المنطقه ويعتبر الجسر الممر الحيوي للتجارة هناك وبالتالي يجب ان لا يكون القرار عليه خاضع لشخص واحد وبالتالي يصبح الحل المفضل للحكومة بناء مرفق عام بحسب هاربر. كلاب رئيس الوزراء جاء اثر لقائه الاثنين بالرئيس الامريكي باراك اوباما في واشنطن لكن صاحب الجسر رد بالامس على تصريحات هاربر مجددا الدعوه له او لوزير النقل الكندي للجلوس ولنقاش الحلول الممكنه مطالبا كندا باحترام الخصوصيه الاقتصاديه للمنطقه وكذلك احترام المشترك لسياده القانون ستنهي لويس بودوا النائب عن دائرة روزمو حياتها النيابية في صفوف الحزب التي ترعرعت وكبرت فيه أي الحزب الكيبيكي الذي انفصلت عنه إثر الخلاف على مقاربة موضوع بناء الاستاد الرياضي في مدينة كيبيك بودوا حينها اختارت الجلوس في الجمعية الوطنية كنائبة مستقلة لكن تطور الأحوال والتغييرات داخل الحزب دفعت ببودوان لإعادة التفكير ومشاورة ناخبية حول عودة ممكنة إلى التكتل النيابي للحزب الكيبيكي الأمر الذي يبدو حتميا الآن يذكر أنه سبق لبودوان أعلنت أنها ستكمل دورتها النيابية الحالية لكنها لن تترشح في الانتخابات القادمة مع استمرار النزاع الاحتجاجي بين طلاب المعاهد والجامعات المضربين وحكومه مقاطعه كبك بسبب رفع الاخيره للرسوم الجامعيه برز امس حصول احد الطلاب المعارضين للاضراب على قرار من المحكمه العليا في المقاطعه يامر باعاده فتح صف في ماده الانتروبولوجيا في جامعه لافال في مدينه كبك على اساس ان الاضراب لا يتطلب اقفال الصف وجاء في مرافعة الطالب أن الإقفال يحرمه من حق التخرج هذا الصيف حيث ينتظره عقد عمل أو قد يؤخر دخوله إلى كلية الحقوق. واعتبر هذا الانتصار جزئي لأن الطالب لم يحصل على أمر قضائي مباثل يتعلق بالمواد الأخرى. انتهى الموجز شكرا لحسن المتابعة.